الانتخابية وكذا الانتخابات التشريعية لثاني عشر جوان. بداية سيد بعجي أبو الفضل، مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوتنا. كسؤال أول، ما هو تقييمكم للحملة الانتخابية قبيل أيام قليلة على ختامها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، صباح الخير لكل مشاهدي قناة النهار. بالنسبة للحملة الانتخابية تدخل الأسبوع الأخير والحاسم. بالنسبة لنا في حزب التحرير الوطني قمنا بحملة قوية، حاولنا التواجد في كل ربوع الوطن العزيز. لحد الآن برمجنا 27 تجمعا، الأمين العام منهم ثلاثة لمفوضين باسمي. الحملة قوية جدا، نحن حزب التحرير الوطني حاولنا طبعا الالتزام ببرنامج الحملة ومطالبة المواطنين والمناضلين بالتصويت بإنجاح أولا العملية الانتخابية للبناء للمساهمة في البناء المؤسساتي، لأننا في حزب التحرير الوطني نرى بأننا نحن طلاب نطلب بناء دولة قوية وطنية ولا نطلب السلطة في حد ذاتها، لأن الجزائر تأتي قبل حزبنا في نظرنا. طيب طبعا في الحملة، نعم سيد أبو الفضل، دعنا نتحدث نعم. الآن ولو بإسهاب عن برنامجكم خلال هذه الحملة الانتخابية، أنتم دعوتم لإصلاح المنظومة الاجتماعية بما يتماشى وقدرة المواطن الجزائري. خلينا نتحدث مثلا عن برنامجكم في قطاع السكن، وهو أزمة ربما تعاقبت عليها الكثير من الحكومات، نتحدث بإسهاب تفضل. بالنسبة قدمنا برنامج متكامل نوضح فيه رؤيتنا كحزب التحرير الوطني للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بعنوان الواقعية والطموح. فيما يخص قطاع السكن، طبعا يعتبر قطاع السكن من أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد، الذي هو عندما يتحرك تحرك باقي القطاعات. طبعا بالرغم أن الدولة صراحة بثت أموال ضخمة وضخمة جدا لمسألة السكن، قطاع السكن بصفة عامة، وحاولت تنويع في السكنات لإرضاء كل الفئات المجتمعية، برغم أن النتائج يعني جد مقبولة، ولكن ما زالت فيها نقص كبير، لأن يبقى مسألة التوزيع ومسألة التحقق جيدا من الشروط التي من حق المواطن يستفيد منها. ولكن نحن ندعو فيما يخص السكن الاجتماعي أن ترتفع النسبة، السقف المحدد الخاص بالدخل الفرد، لأن ما هو الآن موجود كسقف يعتبر تضييق على حتى الشخص اللي يخص 3 ملايين أو 4 ملايين، هو محتاج للسكن الاجتماعي، لكن إذا نظرنا للقوانين الحالية تمنعه القوانين باستفادة من السكن. إذا مراجعة بعض الشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي وسكنات أخرى أيضا. طيب سيد أبو الفضل، دعنا نتحدث عن الشق السياسي. أنا تابعت الكثير من خطاباتك خلال الحملة الانتخابية، قلت أن جبهة التحرير الوطني ليس لديها أي عقدة من أي حزب سياسي موجود في الساحة. طيب بناء على سيناريوهات النتائج المقبلة خلال هذه التشريعيات، هل من الممكن أن نرى الأفلان مثلا يتحالف مع أحزاب موجودة على الساحة أو حتى قوائم حرة؟ وإن كان الإجابة نعم، فمن من الأحزاب ترى أنها الأقرب للتحالف مع جبهة التحرير الوطني؟ نحن دعاة لم الشمل والوحدة الوطنية وليس دعاة إقصاء. فعندما يتكلم الصندوق يوم 12 جوان بكل شفافية معبر عن طموحات الشعب الجزائري في التغيير، سوف حزب التحرير يتحالف مع كل الرجال الصادقين سواء أحزاب أو قوائم حرة، من له نية مثل ما الاستعداد نتاعنا الخاص ببناء وطن. نحن في رأينا بأن بناء الوطن لا يمكن حتى وإن لو لا قدر الله تفوز حزب التحرير بالأغلبية يعني الساحقة أو المطلقة، فلا تشكل الحكومة لوحدها. هذا العمل يتم عبر التعاون، لأن أزمة الجزائر لا يمكن أن يحلها حزب واحد، بل مجموعة من الأحزاب تكون متوافقة ومتناسقة حول برنامج يكون هدفه البناء الوطني والإجماع الوطني دون غيره. نعم. طيب في تصريحات سابقة لك قلت كذلك أن الأفلان هي الماضي والمستقبل وحتى
الحاضر أنتم والحاضر. نعم أغلبية في البرلمان السابق. طيب فيه كلام وهذا ليس كلامي أنا بالضرورة، فيه كثير من المحللين السياسيين تنبؤوا بأن الأفلان ربما لن يحقق النتائج التي كان يحققها في الانتخابات والاستحقاقات السابقة. ما رأيك في هذا الكلام؟ الآن نحن في خريطة سياسية جديدة وفي قانون انتخابات جديد وفي وضع سياسي جديد. نحن نطمح ونحاول وندافع على مكانتنا الريادية، لكن مسألة العدد الأصل المقاعد هي تتوقف على العمل الانتخابي. لا يمكن أن نقول سوف يتراجع أو يتقدم، هدفنا هو البقاء في الريادة حفاظا مهما كان العدد الذي سوف نحصل عليه، ولكن نسعى إلى الحفاظ على الريادة فقط. طيب سيد أبو الفضل، دعنا نتحدث الآن عن قانون الانتخابات. هذا القانون الذي أفرز قوائم جديدة، أفرز ربما أسماء جديدة في الأحزاب السياسية، العديد من الأسماء الثقيلة في حزب جبهة التحرير الوطني غادرت الحزب وترشحت في قوائم حرة. أنت قلت أن هؤلاء سيعاقبوا، سيتخذ بصددهم العديد من الإجراءات في بيت الأفلان. هل عودة هؤلاء حتى ولو كانوا نوابا في البرلمان متاحة مستقبلا؟ احنا بالنسبة لنا اخذنا قرار بأن في إطار خطة جديدة أن الحزب يجب أن يتغير وأن يتجدد، ولقد أثبتنا ذلك. أخذنا عملية دقيقة ومتعبة في دراسة الترشيحات، والحمد لله أن 98% من قوام حزب التحرير الوطني هم يدخلون البرلمان ويترشحون البرلمان لأول مرة، وهذا لابد من أخذ قرارات حاسمة. وهذه المجموعة التي ذهبت إلى قوام حرة وأحزاب أخرى هي من ضمن نتائج هذه، يجب أن نأخذ قرارات. والمجموعة التي ذهبت هم من الذين استفادوا من الحزب وكانوا نوابا أو رؤساء بلديات منتخبين أو رؤساء مجالس شعبية ولائية. المسألة ليست وعيد أو عقوبة، ولكن تطبيق قانون أساسي للنظام الداخلي الذي يقول بأن كل من ترشح في قوائم غير قوائم حزب التحرير الوطني سوف يخضع إلى قواعد الانضباط ولجنة الانضباط ويتم اتخاذ العقوبة ضده، لأنه يجب أن يعود الانضباط لهذا الحزب. نعم. ويجب يعرف بأن هناك قيادة وهناك والنضال أنه التزام أولا قبل كل شيء. طيب في رأيك لماذا غادر هؤلاء الحزب أصلا؟ هل ربما نهاية عهد الكوطة، غياب ربما فصلية أنه رأس القائمة هو اللي عنده نسبة أكبر للفوز؟ في رأيك ما الأسباب التي دفعتهم لمغادرة الحزب؟ أسباب هي أسباب تدخل في إطار الأنانية فقط. يعني هؤلاء كان فيهم من كان قياديا في الحزب وكان استفاد من الحزب، كان منتخبا سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو المجلس المنتخب الولائية المحلية، فأخذ حقه، ولكن كان من هناك الأنانية تسيطر عليهم، يريدون البقاء دائما، النضال في نظرهم وهو الاستفادة والركوب دائما، وهذا منافي لطبيعة النضال الحقيقي الذي يقتضي من الإنسان الالتزام وأنه يناضل من أجل قيم وأفكار وبرنامج. قد يستفيد في مرحلة وقد يستفيد في مرحلة، يترك الفرصة الذين لم يستفادوا طيلة حياتهم ويترك فرصة للأجيال القادمة. عندما نقول نتجدد ونتبدد، يجب أن نتجدد بدماء جديدة، لأن البقاء بهذه العناصر الانتهازية الحزب سوف يتبدد. لذلك فإن فتح الباب أمام الطاقات الشبانية والإطارات المهمشة السابقة، ليس فقط الشبانية حتى الإطارات ما فوق الأربعين اللي هم يشوا سابقا، فتح لهم الفرصة. ثم ثانيا أننا نبحث عن الشعبية وعن القبول وعن الأخلاق الحسنة وعن مجموعة القيم جميل. الخاصة بحزب التحرير الوطني. سيد أبو الفضل، المال الفاسد، هذه الكلمة ظلت لسيقة ب العملية الانتخابية في الكثير من المرات السابقة. رئيس الجمهورية كان يشدد دائما على ضرورة إبعاد المال الفاسد عن العمليات الانتخابية. ربما هذا الأمر دفع أو هز العديد من الأحزاب في الساحة السياسية. غياب المال الفاسد غيب معه أسماء كان من الممكن أن تحظى بفرصة التواجد في التشريعيات المقبلة. فرأيك كيف أثر هذه الجزئية، جزئية إبعاد المال الفاسد، كيف أثرت على العملية السياسية ككل؟ وفي رأيك هل زادت من مصداقية العمل السياسي وبعدته عن التمييع اللي كنا نشوفه سابقا؟ والله بالعكس، نحن أنا كنت في حزب التحرير الوطني قيادي رفقة كثير من الإخوان القياديين، نحن
كنا نمثل جناح الإصلاحي في الحزب وكنا ضد التصرفات الغير أخلاقية كانت في حزبنا أو في الأحزاب الأخرى أيضا، حتى لا يتم دائما المساس بحزب تحطني بهذه القضية. الآن أنت كمراحل وكصحفيين وكل مراحل يرون بأن قوائم حزب التحوطني هي قوائم كلها من الكفاءات والقدرات والطاقات الشبانية من مختلف الفئات، من أطباء، من محامين، من صيادلة، من تجار، من معلمين، من كل حتى من البطالين موجودين أيضا ومن طبقات المهمشة والمحرومة ندخل بها لطلب ود الشعب. بالعكس إذا كانت تلاحظ بأن هناك أحزاب أخرى كانت تدعي الإصلاح من قبل تستعمل المال بقوة في هذه الأيام، ويمكنكم أن البحث عليها وسوف تجدونها من الذين كانوا دائما ينتقدون ويعتبرون أنفسهم أحزاب نظيفة الآن يستعملوا في المال بقوة في كل ولاية وينزرونها الناس سكين المناضلين تاعنا من أحزاب معينة. نعم. تستعمل المال وتستعمل كل الأساليب الغير شرعية لوصول السلطة. ذكرت نقطة مهمة جدا وشدت انتباهي وأريد أن أسأل بخصوصها، قلت أنه فيها الكثير من الأسماء انضمت لجبهة التحرير الوطني وترشحت في قوائمها، أسماء جديدة ربما ما عندهاش ممارسة سياسية، ما عندهاش خبرة في السياسة، ما عندهاش التأطير العام لجبهة التحرير الوطني. طيب لو صعدت هذه الأسماء إلى قبة البرلمان، ألا ترى أن هذا قد يؤثر على مساعيكم في تحقيق أهدافكم سواء الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية؟ لا، ربما لم تفهمني. أنا عندما قلت وجوه جديدة ليس في السياسة أو في النظام، مناضلين وعندهم خبرة كبيرة، ولكن وجوه جديدة لأول مرة ترشح في البرلمان، معناتها كانت تناضل من قبل وحرمت من قبل من طرف. لا، هذا المترشح إذا ما كانش إذا ما كانش عنده رصيد داخل الأفلان وما يعرفش أهداف الأفلان ربما والمصطلحات النضالية. لا، عنده رصيد. لا 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 لا, 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 لا ما كانش عنده رصيد. لا لا، كان اسم جديد. ألا يؤثر ذلك على تماسك الأفلان، على وحدتها، على التراس الموجود في صفوفها وفي سياساتها وفي رؤاها السياسية والاقتصادية؟ لا لا لا، أنا قلت وجوه جديدة في الترشح، يعني لأول مرة يترشحوا أو يسمح لهم الترشح أو تأتيهم الفرصة للترشح للشعب الوطني، لكنهم مناضلين مكونين. سواء واحد عنده 39 سنة أو ما بيكون أقل من 40 سنة، 38 راه عنده خبرة نتاع 15 سنة في جبهة التحرير الوطني، ليست خبرة بسيطة. ثم أن حتى من قبل كانوا ناس كبار في السن غير مكونين سياسيا. إذا المسألة، لأن الحزب فيه قسم التكوين وعظمة المسيس مكلف بالتكوين، وهناك مستشار الأمين العام مكلف بالتكوين، وحتى وهذا المسألة يعني الوجوه الجديدة ليست فقط بحزب التحرير الوطني فقط، بل في كل الأحزاب، لأن القانون الانتخابات يقول أقل من 40 سنة 50% من القائمة. ولكن أعيد أقول بأن قلت بأن وجوه جديدة للترشح، يعني لأول مرة يترشحوا، ولكن كحزبيين هم مناضلين وفي من يملك 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة في 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 العمل السياسي. جميل جدا. طيب سيد أبو الفضل، خليني أسألك بعيدا عن كونك الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، خليني أسألك كسياسي ربما عندك خبرة في العمل السياسي. شهدنا حراكا سياسيا خلال الأيام الماضية، كل ولايات الوطن كان فيها تجمعات سياسية، كان فيها تصريحات لرؤساء أحزاب، كان فيها حركة سياسية شهدناها خلال الأيام الماضية. أنت كسياسي كيف ترى هذه الحركة؟ ما رأيك في أداء الأحزاب السياسية؟ ما رأيك في أداء القوائم الحرة خلال هذه الحملة الانتخابية؟ والله يعني الحملة فيها وما فيها، يعني فيها الغث وفيها السمين، فيها من له مستوى ويقدم برامج ويعمل على الرقي بالعملية السياسية وبالطبقة السياسية وبالنشاط السياسي وبالفعل السياسي إلى ما تصبه للجزائر وفي مصر الجزائر، وهناك من لا يملك أي برنامج فقط يتجنى على جبهة التحرير وعلى لكي تزداد شعبيته. نحن الآن نذهب إلى الشعب ببرامج الشعب، ليس غبيا. هل فيه من تجنى على جبهة التحرير الوطني وربما يتهمها أو هاجمها؟ من مثلا؟ طبعا فيه، ولكن نحن ليس مقامنا الرد على هؤلاء لأنهم ليسوا نظراء لنا لنرد عليهم. نعم. نحن الآن مهتمين بقضية أساسية وهي الجزائر. هل في أسماء والبناء المؤسسات إنجاح لا داعي لذكرها حتى لا
حتى لا يتشرفوا بذكرهم. لا داعي لذكرها. احنا الان في الايام الاخيره هدفنا نجاح الحمله، هدفنا نجاح الانتخابات، الذهاب الى البناء المؤسسات، الى ان الشعب الجزائري السيد يقول كلمته بكل حريه، ونذهب الى مجلس وطني شعبي، الى غرفه البرلمان بنخبه وبكفاءات وبمناضلين من مختلف الاحزاب. هدفنا فقط وهو نجاح العمليه السياسيه والعمل على انجاح البرلمان ليلعب دوره، وعلى العمل على تكوين حكومه ان شاء الله في المستوى ترضي الشعب الجزائري وتقوم بحل المشاكل المستعصيه التي يعانيها الاقتصاد الجزائري والمجتمع الجزائري. نعم. نحن في جبهه الوطني في برنامجنا طالبنا بصياغه مشروع مجتمع جديد. نحن نقدم البديل وليس التجني او الكلام على الاحزاب الاخرى. ونحن في حزب الحوت طالبنا منذ مده بميثاق شرف اخلاقي للطبقه السياسيه. الهدف هو ليس انني انا اتكلم عن حزب اخر اتكلم عني، انا لا اتكلم الا في حاله اذا كان رديت فقط على اتهامات تمس حزبنا فقط، اما الباقي الاحزاب وبرامجهم فلا انتقدها، ونترك الشعب هو الذي يحكم ويختار بين البرامج بكل حريه يوم 12 نجوان ان شاء الله. طيب سيد ابو الفضل، نقف مرة أخرى عند الحملة الانتخابية، شهدت تصريحات كثيرة، مواقف مثيرة أثارت الرأي العام، جدل في الأوساط الشعبية والأوساط السياسية، فيه من وصف قوائم حزبه بأنها فراز سيليكسيوني هكذا قال، وآخر قال إحنا جيناكم بالنخب، وآخر قال إحنا جيناكم بالدكاترة. ما الذي جاءت به الأفلان في هذه الانتخابات في قوائمها؟ جاءت الأفلان كعادتها وهي من الشعب للشعب بكل فئات المجتمع. جاءت قوائم الأفلان لتعكس كل فئات المجتمع وطموحاته وأماله. أنا قلت لك الآن في كل فئات المجتمع موجودين لدينا، أي فئة تسأل عليها، ذوي الاحتياجات الخاصة، حافظي كتاب الله، أساتذة الجامعيين، الصيادلة، المحامين، الأطباء، الممرضين، العمال، النقابات، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع التكوين المهني، قطاع الحماية المدنية، كل فئات المجتمع معكوسة في مترشحي حزب الوطني. وهم كما تسأل وأسأل عليهم فهن كلهم من الأشخاص الصالحين المخلصين للوطن نظيفي اليد السمعة الشعبية والسيرة الحسنة. هذا وندخل بقوائم لنطلب ود شعبنا إن شاء الله يوم 12 جوان. طيب لو نسألك، ما الذي يدفعني لأن أصوت على الأفلان خلال هذه الانتخابات؟ الكثيرين يقولون، وهذا ليس كلامي أنا بالتحديد، قالوا صوتنا على الأفلان سابقا ولم تأتي بالجديد، لا في على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي. ما هي الضمانات اللي ممكن تقدمها سيد معجل لهؤلاء وربما باش تنال الثقة من جديد؟ عارفين أنكم ربما استحوذتم على الأغلبية البرلمانية في أكثر من عهدة سابقة، ولا ندري السيناريوهات القادمة، كيف يمكن أن تجيب هؤلاء؟ ولكن أجيب هؤلاء بأن الحزب الوطني لما استولى أو حاز على الأغلبية سابقا كان بدون آليات وبدون أحكام. لا توجد مادة في الدستور الجزائري سابقا منذ الاستقلال تلزم رئيس الجمهورية بأن يعين الحكومة من الأغلبية الفائزة، وبالتالي كنا نحوز على الأغلبية، ولكن الوزراء ورئاسة الحكومة يعين رئيس الجمهورية وفق صلاحياته السابقة، سواء كنا نحن الأغلبية أو كما كان الأرندي في 97 أغلبية، أو لو حتى لو كان حزب آخر إسلامي في الأغلبية الذي كانوا شركاء لنا في 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 تسيير منذ كانوا قبلنا منذ 95 ومعنا منذ 97، ولكنهم لن يستطيعوا أن يقدموا شيئا لأن أحكام الدستور تقول. أما الآن أحكام الدستورية واضحة، إذا فاز الجبهة التحرير الوطني بالأغلبية وبالريادة أو حزب آخر فرئيس الجمهورية يكلفهم بتسيير الحكومة لأن الدستور يقول هكذا. طيب. ثانيا أنا حزب التحرير الوطني يجب أعترف أن الشعب يعرفه أنه لا يبيع البلاد. نعم. وليس مرتبطا بأي تنظيم في الخارج. نعم فينا الطالح وفينا الصالح أيضا. طيب. نحن وطنيون ولقد نفتخر بإنجازاتنا منذ الاستقلال، لها ما عليها، فيها ما فيها وعليها ما عليها. طيب سيد بعجي، الثابت في السياسة هو أنه دائما فيه متغيرات، هل ممكن أن نفهم من سياق كلامك أنه ممكن نشوفه مثلا جبهة التحرير الوطني في المعارضة مستقبلا؟ طبعا النتائج كلها تقول، سوف تقول إذا كان يبقى حزب الوطني في الريادة ويمارس دوره في بناء البلاد أو يذهب للمعارضة، النتائج تقول. نعم، إذن كل شيء وارد سيد بعجي. طبعا
طبعا. متى يمكن ان نرى لفلان في المعارضه؟ طيب انا قلت لك انت نستناه بعد 12 جوان. نعم جميل جدا. انا لا اتكهن. لا قلت لك مثلا وش هو السبب ولست صاحب فنجان او اقرا الفنجان. لا قلت لك وش هو السبب. لا نحن دورنا يدفع لفلان التوجه للمعارضه مستقبلا اذا حدث مثلا. بك حتى سبب احنا لما لكل حديث. نعم. لم ياتي السبب نتكلم عليه الان. لحد الان السبب مش موجود. جميل جدا. خلينا نقف الان ربما في ختام هذا اللقاء نتحدث بلغه الارقام القوائم الحره. هذه المرة كان عندها حضور قوي من تصريحات السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. أكثر من 3300 تجمع خاص بالقوائم الحرة، عدد أكبر من التجمعات التي نظمتها الأحزاب السياسية. بالأرقام لو نرى مثلا مستقبلا الأغلبية تكون للقوائم الحرة، كيف ستتصرف جبهة التحرير الوطني؟ وهل هي مستعدة مثلا لضم المترشحين الأحرار إلى كتلها البرلمانية؟ لا فيما يخص ضم المترشحين الأحرار للكتل البرلمانية سوف تكون محل دراسة فيما بعد. نحن لسنا ضد تواجد إذا كانوا جاءوا من فئات أخرى إلى جبهة التحرير الوطني. نحن سوف ندرس هذا الأمر، لسنا ضده. فيما يخص المسألة فقط إذا كانت الأحزاب القائمة الحرة هي الأولى، يجب أن تعرف أن القائمة الحرة ليس لها برنامج، هي كل قائمة بحد ذاتها تقوم على برنامج خاص بالأعضاء المترشحين فيها. معناتها في كل ولاية تلقى 3 أو 4 أو 5 أو 10 قوائم في حد ذاتها هي غير منسجمة. كل قائمة قد تكون منسجمة مع بعضها فقط، لكن أن تنجح هذه القوائم وتلتقي وطني وتسجم فهذا شبه مستحيل، لأن يأتون بحسابات شخصية وذاتية، ليسوا حزبا، ليس له برنامج لتسيير بلاد أو حتى لتسيير ولاية أو نظرية للولاية، لأنهم جاءوا بطموحات شخصية ومن حقهم. نعم. من حقهم يترشحوا وأن يصلوا إلى البرلمان، هذا من حقهم، ولكن السياسة للأحزاب. نعم. السياسة تمارسها الأحزاب، هدف الأحزاب الوصول إلى السلطة. نعم. طيب هل أفهم من كلامك أن كل القوائم الحرة جاءت من أجل مصالحها الشخصية؟ لا 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 لا. القوائم الحرة أتت بأفراد بأشخاص لديهم نظرة لإصلاح المجتمع، إصلاح تلك الولاية أو إصلاح البلاد، ولكن تبقى هذه النظرة نظرة ذاتية، لأنها مش مبنية على برنامج. نعم. نظرة جهوية تقصد؟ لا نقول ذاتية مش فقط. نعم. جهوية، لأن لا نظرة ذاتية تنطلق من حسابات شخصية وقراءة شخصية لذلك الشخص أو الأشخاص الذين اتخذوا من بعضهم جماعة لتكون هذه القائمة. ولكن عندما يلتقوا وطنيا كل واحد جاء من بيئة، كل واحد عنده أفكار، كل واحد عندهم أفكار محلية، نعم أفكار حتى وطنية، لكن ما عندهمش برنامج عام يجمعهم ويشملهم. لما تكلم على برنامج تاع بلاد مش سهلا، ليس من نظرة أكاديمية. هل فشلت الأحزاب السياسية في استقطاب النخب ما دفعها لتوجه للقوائم الحرة؟ لا 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 لا، الأحزاب السياسية فيها نخب سواء حزبنا أو باقي الأحزاب، ولكن هناك من يريد لا يجد مكانه في 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 في, في, في الأحزاب، لأن الأحزاب لديها شروط، يعني أن تكون مناضلا، أن تكون لديك قريبا من برنامج حزبها، أن تكون والأحزاب أيضا لديها مناضلين، لديها كوادر تعطي لهم الأولوية عندما يأتي، قد يأتي ويرفض، أو قد أصلا لا يؤمن بالأحزاب يذهب إلى قائمة حرة. يعني هذا ليس معناه أن هناك فشل، الأحزاب كلها مملوءة الحمد لله بالكفاءات وبالنخب. لا أظن بأن هناك حزب لا يملك أسد جامعيين ودكاترة وباحثين، كل أحزاب مع احتراماتي لهم كل أحزاب تملك يعني النخب. جميل جدا. ليس إشكال. جميل. ولكن هذه الظاهرة موجودة حتى في الخارج، يعني هناك من يلجأ إلى، خاصة أن مع القانون الجديد الناس ذهبت بقوة وحبت تساهم بطريقتها الحرة المستقلة وهم أحرار. جميل جدا. طيب سيد بعجي أبو الفضل الأمين العام لي جبهة التحرير الوطني، قبل الختام أترك لك دقيقة ربما تريد أن تقول فيها شيئا لم نأتي على ذكره خلال هذا النقاش. والله تقريبا تكلمنا كل، احنا هدفنا في الأخير أننا استقرار البلاد، وأننا لا يمكن أن نحقق التنمية الاقتصادية وأن نبني اقتصادا قويا بدون استقرار سياسي. الاستقرار السياسي هو أساس ومفتاح أي تقدم في الجزائر،
بلدنا بسبب استقلالها وحفاظها على قرارها السياسي والسيادي تحاول جهات أخرى زعزع استقرارها في كل في عبر كامل حدودنا. إذن يجب أن تكون جبهة داخلية قوية للدفاع عن الدولة ومؤسساتها والذهاب بعيدا وفق مرجعية أول نوفمبر والذهاب بعيدا إن شاء الله لنجاح الانتخابات بكل حرية وشفافية. وما ونتمنى ما يقوله الشعب سوف نجده إن شاء الله في صناديق الاقتراع. وتحياتي لكل مشاهدي قناة النهار وشكرا. شكرا جزيلا ضيفي من ولاية وهران عبر المباشر السيد بعجي أبو الفضل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وقد أطلعنا على برنامج حزبه خلال تشريعيات 12 جوان القادم.